السلام عليكم أصدقائي، شلونكم؟ إن شاء الله يا ربي كلكم زينين. هاليوم راح نسوي هاي التحلية اللي باردة اللي دا تشوفوها أمامكم. تعالوا وياي حتى تشوفون المواد المطلوبة وطريقة العمل. أصدقائي، مثل ما دا تلاحظون هاليوم راح أسوي حلوى الفنجان بأشكال وأنواع مختلفة. عندي هنا عصير القمردين، هذا اللي نقعته من مبارحة بالمي، حوالي 200 غرام قمردين نقعته بأربع أقلاصات أو كواب مي من مبارحة حتى يذوب على راحته. عندي عصير برتقال، عندي كاكاو، عندي طحين، عندي سكر، عندي حليب. راح أسوي أربع أشكال، جمعتها كلها بحلقة واحدة حتى أسويها على كميات صغيرة، حتى يصير عندك الاختيار، انت تختارين الشيء اللي تسويه، يا اما بالقمردين يا اما بالكاكاو او بالطحين وحده والحليب او عصير البرتقال او اي عصير ثاني يخطر على بالك. هسه راح ابدي. اول شيء راح اخلي ثلاث ملاعق، مثل ما شفتي ثلاث ملاعق طعام خليت من الطحين، مع ملعقة واحدة من السكر لأنه عندي القمردين هو حلو. راح أخلط هذا الطحين والسكر مع بعض هاي الطريقة، أخلطهم. بعدين أضيف له كوب واحد من القمردين اللي عندي، هذا كوب من القمردين أضيفه وأخلطهم مع بعض قبل ما اخليهم على النار حتى يذوب عندي كل الطحين مع السكر والقمردين. هكذا راح اخليه على النار واغليه. صار عندي جاهز، شوفي شلون صار ثخين كلش. هسه ابدي افرغه عندي بالفناجين القهوة، تقريبا صار عندي ثلاث فناجين. هكذا بعد ما انتهيت منهم راح اخليهم بالبراد واسوي الاجزاء الثانية. هسه راح ابدي اسوي الديسير الثاني اللي بالعصير البرتقال. راح اخذ ملعقة طعام من السكر، ثلاث ملاعق طعام من الطحين. طبعا هذه اذا تستعملي من هذه الملعقة استعملي ثلاثة، اذا تستعملي من هذه الملعقة الطعام خلي اثنين كلش كافي. اثنين، هاي الثالثة. بعدين كوب من عصير البرتقال، حلويات سهلة ولذيذة باردة. أخلط الطحين والشكر وأخليهم العصير البرتقال اللي عندي أو أي عصير موجود عندي، بس أخلطهم إلى أن ما كل الكتل الطحين تذوب. هكذا خليها على النار، تحضين سخن عندي، سخنت عندي هنا الخلطة اللي سويتها مع البرتقال، أيضا راح أفرغها، أطفي النار وأفرغها بالفناجين اللي عندي وأيضا أخليها بالبراد. هكذا وراح أخليهم بالبراد وأسوي الديسار الثالث. وهسه راح أسوي الديسار الثالث من الحليب. طبعا الشكر هنا راح يصير ملعقتين طعام من السكر، واحد اثنين ثلاثة من الطحين، اثنين ثلاثة طحين، واحد حليب. أول شيء أخلط شوية الطحين والسكر وأضيف له الفانيليا،
حوالي نصف ملعقة كوب فانيليا، وأضيف ماء الزهر. أيضا عندي ملعقة كوب ماء زهر، ماء ورد عفوا، أضيفها للحليب هكذا، وأفرغ الحليب فوق هاي المواد. إلى أن أظل أخلط به إلى أن يصير عندي مثل المحللي. مثل ما تلاحظين سخن عندي، صار مثل المحلبي. هسه راح ابدي افرغه، اطفي النار وابدي افرغه بالفناجين اللي عندي. صار بهاي الطريقة، راح افرغه ايضا هكذا. فرغته وراح اخليه راح اخليهم بالثلاجة واجهز الديسر الرابع. وهسه عندي الديسار الرابع اللي راح اسويه من الكاكاو. راح احتاج ملعقة كوب من الكاكاو، ملعقة كوب من الكاكاو، احتاج 3 ملاعق من الطحين، ملاعق الطعام، 3 طحين، احتاج 2 ملاعق من الطعام سكر، او اذا تريدين تضيفين اكثر سكر لانه هذا كاكاو ينطي شوية مرارة، راح اخلي 2.5 سكر، واخلي شوية من الفانيليا، نصف ملعقة كوب من الفانيليا. اخلط هاي المواد، بعدين اضيف لها كوب من الحليب واخليها على النار هكذا. كوب من الحليب خليها على النار، وأظل أحرك بها إلى أن ما تسخن عندي هكذا. مثل ما تشوفين بعد ما انتهيت من الديسار الرابع اللي بالكاكاو، هذا هالشكل صار مثل المحلبي. راح أفرغه بالأكواب اللي عندي، وأيضا أخليه بالثلاجة هكذا. راح اخليهم بالثلاجة وانتظر عليهم الى ان ما يبردون ويتماسكون، وبعدين راح افرغهم. طبعا ما انتهيت من كل الديسار اللي سويته وخليته بالبراد وجمت، صار بهذا الشكل. استخرجت وحدة مثل ما تشوفون ولوثتها بالفستق الاخضر، عندي فستق اخضر وعندي جوز هند. فتبقى الاختيار عندك انت، اللي تحبين الجوز تطحنين، تريدين بندق، تريدين فستق، الاختيار الكي. تريدين نستلة، الاختيار الكي. تختارين اي مادة تريدين تغلفين بيها الديسار. هسه شوف لك شلون استخرج الديسار من الفنجان. عندي هنا سكينة يعني حاد، يعني كلش رفيعة خفيفة، شوفي يعني دا يفتر وياها، ما يحتاج له جهد تستخرجيها هالشكل. طلعت، اخليها بالفستق الحلبي اللي عندي، هذا طبعا البرتقال، وبعدين اخليها هنا. هسه عندي هذا اللي بالقمردين اللي سويته، هم نفس العملية هالشكل، أفر السكينة عليه أخليه هنا. استخرجها لوثها بجوز الهند. هسه عندي اللي ابيض اللون اللي بالحليب سويته، وهكذا انتهيت منهم اصدقائي. هو هذا الشكل النهائي والاخير للديسار او التحلية الباردة اللي سويتها اليوم، هو هذا شكلها النهائي والاخير. اتمنى تعجبكم وتجربوها، وبالعافية عليكم.
أترككم بأمان الله إلى أن نلتقي فيديو آخر، وشكرا جزيلا للمشاهدة.